خمس نصائح تقدمها للشباب والمشاهدين اللي يتابعوا فينا وحابين يعني يتعلموا اللغة الإنجليزية. أول شيء المطالعة، لأنه اللغة لما تقراها ماشي كما تسمعها. لما تسمع راح تأخذ مفردات، لكن لما تقراها وحبذا لو تقراها بصوت مرتفع، لما تقرأ أنك تقرأ يعني في راسك راح تحس نفسك أنك تقرأ بسلاسة، لكن لما تحرك الفمك وتحب تقرأ بصوت مرتفع راح تلقى أنه عندك مشاكل في بعض الحروف كيفاش تنطقها. صحيح.